السلام عليكم واهلا بكم. هنحل مع بعض امتحان اللغه الانجليزيه الشهاده الثانويه علمي، وده طبعا هيفيد طلابنا في الادبي ازهري، وكمان هيفيد طلابنا في التعليم العام سواء علمي او ادبي، يتعرفوا على شكل الامتحانات وازاي يتعاملوا معاها. السؤال الاول، نقط I not plans for our trip to London when he called last night. هنا وين بمعنى عندما، لما هو اتصل بيا. انا كنت بعمل خطط لرحلتي ايه او لرحلتنا الى لندن، يبقى افضل اجابه was making، فاتصاله قطع الخطط. طبعا هنا when ماضي بسيط ماضي مستمر، ما تنفعش هنا am making ده مضارع مستمر و have been making مضارع تام مستمر. طيب had made تنفع؟ كقاعده تنفع، هو الافضل والاصح was making، لكن had made، وده طبعا سؤال عمل بلبله شويه، لكن دي صح والاصح ودي تمشي صح، لكن هي الاجابه الافضل من وجهه نظري هي was making، لما هو تصبي انا كنت بعمل خطط لرحلتنا لندن فهو قطع الخطط دي. لكن لو حد عملها had made على حسب بقى نموذج الاجابه وغالبا هيبقى was making، لكن المفروض يعديها. He lived 2 miles not away from the club than I do. سهلة جدا مقارنة بين اتنين، يبقى farther than، farther than. We not all our exams by next week. هنا next week الأسبوع اللي جاي، قبل الأسبوع اللي جاي ده زمن مستقبل تام، هو المستقبل التام will have والتصريف الثالث، will have والتصريف الثالث، ده مستقبل مستمر ما تنفعش، ده مضارع تام ما تنفعش، ده ماضي تام، يبقى will have finished. هو احنا هنكون مخلصين كل امتحاناتنا قبل الاسبوع اللي جاي. You not go with him, he knows the way. انت مش مضطر تروح معاه، هو بيعرف طريق، يبقى needn't. طب ليه مش don't need؟ don't need لازم يجي معاه تو، مستبعده. mustn't لا للتحريم، انا هحرم حاجه مثلا خطأ، اقول لك you mustn't park here او you mustn't smoke. طب ليه مش should؟ ما ينفعش اقول انت ينبغي ان تذهب معاه، هو بيعرف الطريق، اقول له انت مش مضطر او انت مش محتاج، يبقى needn't. I'll pick her not from the school، انا هاخدها من المدرسه، يبقى pick her up. pick her up. She hasn't had her knives not yet. نلاحظ حاجة ان hasn't had، هنا had مفعول ثم تصريف تالت، قاعدة السببية had او got مفعول ثم تصريف تالت. The room is not organized. The room is not organized. طبعا هنا الحجرة نقط بصورة منظمة، يبقى cleverly. ليه يا مستر؟ دي صفة والحال بيصف صفة، دي صفة ما تنفعش، دي اسم ما تنفعش، دي صفة ما تنفعش، يبقى الحاجة الوحيدة اللي تنفع نمبر بي. نمبر 8 I hear the children، أنا سمعت الأطفال not at by their parents، عن طريق والديهم الأب والأم، يبقى هنا hear ثم اسم ثم ing، يبقى دي مرفوضة ودي مرفوضة. طب دي يا مستر ing ودي ing، هو الأطفال هي اللي بتصرخ ولا حد بيصرخ فيها أو بيزعق لها؟ طبعا الآباء بيزعقوا، يبقى being yelled. Okay، سهلة وبسيطة بس نركز في الإجابة. The baby refuses to eat. الولد رفض أو الطفل دي رفض يأكل أي شيء، يبقى anything. يا مستر anything بتيجي في النفي، ما هنا refuse بتدي معنى النفي، بتساوي doesn't agree. Okay. She looks very unhappy. هي شكلها مش سعيدة، يبقى إيه؟ أكيد ده استنتاج. ما حصلتش على الوظيفة، يبقى she can't have got. She can't have got. ودي كانت أسئلة جرامر. في بقى بعض الأسئلة عن الإيه الفوكاب. We should help students who not financial difficulties. ينبغي أن نساعد الطلاب اللي عندهم مشاكل مالية أو يتعرضوا لمشاكل. يبقى كلمة experience لما تيجي verb بمعنى يتعرض لي. The note of life وتيرة الحياة in the countryside في الريف is slow and easy. بطيئة وسهلة. Space فضاء، بليس مكان، space توابل، يبقى base. وتيرة أو أحداث الحياة في الريف بطيئة وسهلة. The king's death يعني وفاة الملك. came as an utter shock، كانت صدمة فظيعة، يبقى ايه؟ terrible. grumpy، grumpy سهلة جدا يعني bad tempered، يعني متقلب المزاج. you should get not in the family arguments get involved in، يعني ما تتورطش في جدالات او مشاكل او خلافات العائلة، خليك بعيد. the company looks after the، the okay، the noun، يبقى هنا الشركة بتهتم ايه او بتعتني بايه؟ ببنية الموظفين، يبقى هنا will being، بتهتم بالبنية الصحية ليهم. The manager نقط the meeting at 8 o'clock.
طبعا هي لوك او شات او كلوزد، التلاتة قريبين من بعض، لكن الاصح من وجهة نظري كلوزد، وده المعنى الشائع والمستخدم. ذا مانجر، المدير، كلوز ذا ميتنج ات 8 كلوك. هنا لوك بمعنى بيقفل بمفتاح، ما تنفعش، مش مقبوله. شات بمعنى يقفل الباب، لكن كلوزد هنا ليها كذا معنى. ممكن انهى الاجتماع، او ما سمحش حد يدخل، ما سمحش لحد يدخل بعد الوقت المحدد، او انهى الاجتماع الساعه 8. فالافضل والاصح هي كلوزد ذا ميتنج ات 8 كلوك. Our agent will not the cost of repairs. يبقى assess، هتقيم او تحدد تكاليف ايه الاصلاحات. A little girl not a basket of flowers to the queen. البنت الصغيرة قدمت باسكت من الورد للملكة، يبقى presented. Okay. She had not time after the operation. هي قضت وقت صعب بعد العملية، يبقى tough. ينفعش deep او powerful او strong، هي tough. القطعة نقراها ونترجمها ونحل اسئلتها. When باميلا جيريت ليفت يونيفرستي تو بيكام ا برايمري سكول تيتشر، لما سابت الجامعه عشان تبقى مدرسه ابتدائي. It was by no means easy to find job. كان الموضوع صعب جدا، او لم يكن من السهل ان تجد وظيفه، مش لاقيه شغل. She therefore decided to go abroad. قررت تسافر بره. As a volunteer teacher، كمدرسه متطوعه. For a year، لمده سنه. تشتغل لمده ايه؟ سنه. When she realized she would be teaching deaf and blind children، لما أدركت إن هي هتعلم إيه؟ الصم والمكفوفين. She was a little taken back، كانت هتاخد خطوة للخلف أو كانت هتتراجع. But after a month of training، بعد شهر تدريب، she felt more confident، بدأت تشعر إن هي أكثر ثقة. That she would be able to cope with the situation، بدأت تواكب الموقف. The basic living conditions also came as something of a shock، حتى أحوال المعيشة الأساسية كان صدمة ليها. باميلا سكول was situated in a remote Ethiopian village، حتى مدرستها اللي هتتدرب فيها أو تشتغل فيها كانت في قرية أثيوبية بعيدة. Where her accommodation، حتى وسائل الإقامة بتاعتها consisted of one room، كانت مكونة من أوضة. And a shared bathroom، وحمام مشترك، كارثة. Not only was the space cramped، not only was the space cramped، مش بالإضافة إيه؟ مش بس دي المكان. But there was no electricity، مفيش كهرباء، internet or telephone access، أو حتى internet أو حتى تليفون. So she felt totally cut off from the outside world، حاسس إن هي مفصولة أو منقطعة عن العالم الخارجي. Now back home in Britain، بعد العودة لبريطانيا، Pamela has used her valuable experience، استخدمت خبرتها القيمة to set up a similar school، هي تعمل مدرسة مشابهة. The specialized help، المساعدة المتخصصة، she offers to the deaf، اللي هي قدمتها للصم، and the blind، والمكفوفين، has made a huge difference، حققت اختلاف ضخم أو فرق ضخم to dozens of children، لدستات الأطفال أو لعدد ضخم من الأطفال who would otherwise find themselves struggling to learn، وإلا كان هيلاقوا نفسهم يكافحوا لكي يتعلموا. Pamela would certainly like to revisit Africa someday، كانت عايزة تزور أفريقيا في يوم من الأيام. At the moment، في هذه اللحظة، though she is concentrating her efforts، بتركز مجهوداتها on expanding her school، إن هي توسع المدرسة، to cater for children with other learning difficulties too. It seems that if the more people get know her، the greater the demand is for her skills. يبقى هنا بيتكلم عن إن هي تجربتها وإزاي ما كانتش لاقية شغل وراحت. نحل مع بعض الأسئلة. Why did Pamela decide to go abroad as a volunteer teacher؟ ليه قررت تسافر للخارج كمدرسة متطوعة؟ عشان كان صعب تلاقي وظيفة. يبقى because it was difficult to find a job، صعب تلاقي وظيفة. How did she make use of her experience in Ethiopia؟ يعني ازاي استغلت خبرتها في اثيوبيا؟ ممكن نقول، والاجابه في القطعه بالنص اهي، ممكن اقول هنا اهي she used او she has used her valuable experience to set up a similar school، تعمل مدرسه مشابهه. ده بالنسبه لرقم 2 عشان وقتنا. نمبر 3، how did she make use of her experience in اثيوبيا؟ دي نمبر 2 خلاص، اهي ان هي عملت مدرسه مشابهه او انشات مدرسه. نمبر 3، what did she do when she realized she would be teaching deaf and blind children؟ ماذا فعلت لما ادركت ان هي هتعلم deaf and blind children؟ دي موجوده في القطعه بالنص، لو رجعنا كده للقطعه الموضوع سهل جدا. اهي she was
a little taken back خدت خطوة للخلف but after a month's training بس بعد تدريب شهر she felt more confident that she would be able to cope with the situation قدرت يعني تفكر ان هي ازاي تتأقلم مع الموقف. The number three. Number four. What difficulties did she face in Ethiopia? الصعوبات اللي واجهتها في أثيوبيا. طبعا واجهت صعوبات اهي. اول حاجة her accommodation اقامتها consisted of one room and a shared bathroom. يعني حجرة واحدة وحمام مشترك. Not only was the space cramped. مش دي المكان بس. But there was no electricity. مفيش كهرباء internet or telephone access. كل ده كان صعوبات او مشاكل قابلتها. دي بالنسبة لنمبر فور. اختيار القطعة. She trained for a not to be a teacher. اتمرنت لقد ايه عشان تبقى مدرسة. يبقى month. month يعني شهر. سهلة جدا. She led a not life in Ethiopia. حياتها في أثيوبيا كانت ايه؟ hard. صعب. اكيد مش happy سعيدة ولا easy سهلة ولا good جيدة. She felt she was not from the outside world. cut off طبعا. حاسس ان هي منقطعة عن العالم الخارجي. She wanted to revisit Africa someday. كانت عايزة تزور أفريقيا في يوم من الأيام. The novel. With whom did Bib live? مع من بيب عاش؟ هقول he lived هو عاش with his sister مع أخته and her husband وجوز أخته. Okay. Why didn't most people see Miss Havisham? ليه مش معظم الناس بيشوف السيدة Havisham؟ Because she didn't often get out of her house. مش غالبا بتخرج من بيتها. What did Bib see in Miss Havisham's dining room? هو شاف ايه في حجرة Havisham او حجرة العشاء؟ طبعا شاف حاجات كتير. He saw a long table and plates. بس كده ممكن اقول ايه؟ He saw هو رأى a wedding cake. عايز تكمل كمل. ماشي. ممكن تقول ايه؟ but there مثلا was a lot of dust. في الكثير من التراب and spider's web and there were spider's web. ده صح وده صح. الافضل طبعا اجابات القصة نكتبوها كاملة. what did miss Havisham use Stella for? Havisham استخدمت Stella ليه؟ for taking revenge تنتقم من الرجال. أسئلة اللي تشوز. Stella told Bib that she want to not all of her admirers. يبقى تريك عايزة تعمل ايه؟ تريك خدعة. Mr. Jaggers not that proves was Bib's benefactor. يبقى confirmed هو أكد. هو ايه؟ أكد. Miss Havisham was responsible for Stella's ايه؟ يعني هي مسؤولة عن ايه؟ عن قسوة ستيلا. هنا جايب لي writing جايب لي finish the following dialogue. Good evening sir. سؤال قال له good evening doctor. I have a terrible backache. عندي ألم في الظهر. يبقى what's wrong with you؟ مالك؟ مما تشكو؟ أو what's the matter؟ قال له I have a terrible backache. How long has it been bothering you؟ قد ايه بيزعجك؟ قال له well مثلا for 2 days لمدة يومين. قال له do you have in history of this kind؟ عندك تاريخ لهذا المرض؟ قال له مثلا no. قال له I see. قال له سؤال no just an aspirin. يبقى did you take any medicine؟ هل خدت أي دواء؟ قال له لا هي أسبرين بس. جاي لي باراجراف من 120 كلمة عن مزايا وعيوب امتلاك العربيات. طبعا الموضوع سهل وبسيط. أقول له عربيات مقدمة أهميتها صعب الاستغناء عنها مزاياها مثلا وعيوبها. أتكلم مثلا مزايا هي بتوصلنا بسهولة بتوصلنا بسرعة. عيوبها ان هي في تكلفة ممكن تبقى البنزين بيلوث البيئة وهكذا. Translation الترجمة. The government is carrying out a lot of huge national projects in upper Egypt at present. يعني هنا بمعنى تنفذ. الحكومة اللي هي government الكثير من المشروعات القومية الضخمة فين؟ in upper Egypt يعني في صعيد مصر في الوقت الحاضر at present في الوقت الحاضر. humanity is going to face سوف تواجه البشرية أو ستواجه البشرية
سوف تواجه البشرية أو الإنسانية. disasters climate change تغير مناخي كارثي unless إذا لم نقلل decrease we decrease the emission of gases انبعاثات أو انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. السؤال الترجمة النوع الثاني من Arabic to English تم تكريمه لإنجازاته في الكيمياء، يبقى هنا he هو passive يبقى was awarded. تم تكريمه لإنجازاته يبقى for his achieve in chemistry في الكيمياء. كده يبقى خلصنا امتحان ثالثة ثانوي طلابنا طلاب علمي أزهر. إن شاء الله الامتحان ده يفيد الأدبي ويفيد كمان طلابنا في التعليم العام. لا تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.